السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو السابع من فيديوهات شرح برنامج ساب 2000، في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشرح الـ 3D فريم. في عندي هذا الفريم، فريم موجود بالـ 3D، يعني راح نشتغل على الـ X Y Z. كل الأمثلة اللي قبل أو كل الفيديوهات اللي قبل كنا نشتغل بس بالإليفيشن تاعت أو بالفيو تاعت الـ X Z، هالمرة راح نشتغل بالـ X بالـ Y وبالـ Z. ففي عندي هذا الفريم موجود، هي قال لك إنه هاي الأحداثية، هذا هو الـ X Axis، هذا هو الـ Z Axis، هذا هو الـ Y Axis. عندك بالـ X Axis عندك 2 في 8 مسافتين، كل مسافة فيهم 8، بالـ Y Axis 3 كل واحدة فيهم 6 متر، وعندك بالـ Z Axis 4 متر. عندك السبورت كلها عبارة عن فيكس سبورت، عندك ديستريبيوتد لود 20 كيلو متر على المتر عليها كلياتها، وفي عندك هذول الجوينت عليهم كونسنتريتد لود باتجاه الاكس، تمام زي ما انت شايف اي باتجاه الاكس، مقداره 10 كيلو نيوتن. طبعا هذا الفريم مكون من بيم كولوم، فالبيم والكولوم مصنوعين مادة كونكريت اف برايم سي لها 25 ميجا باسكال. البيم السكشن تاعه 30 في 80 سنتيمتر، الدبث 80 والود 30، الكولوم 100 ب 30، يعني الدبث 100 والود 30. ونقول بسم الله ونبلش. راح نبلش بفايل نيو موديل، تمام. راح نختار، نطلع اول شيء الوحدات، نشيك الوحدات، عندي كيلو نيوتن متر سيليسيوس، تمام. نروح على جريد اونلي، وهسه هسه ما نعرف عدد الجريد في الاكس وفي الواي وفي الزد. اوكي، في الاكس عندك هذا هو الاكس اكسس، تمام. عندك كم جريد عندك، هي اول جريد، هي ثاني جريد، هي ثالث جريد، ثلاث جريدات. اوكي، هسه عندك في الواي اكسس كم جريد عندك، بالواي اكسس عندك هذا هو الواي اكسس، يعني هذا الواي، عندك جريد، جريدين، ثلاثة، أربعة، عندك أربعة جريد اكسس، أربعة جريد، تمام، بالواي اكسس. عندك بالزد الفيرتيكال كم واحد، عندك الأول وعندك الثاني، وعندك اثنين في الزد، تمام. طيب هسه المسافات، هل اعبيهم هسه ولا بعدين؟ لا، بنقدر اعبيهم هسه، ليش؟ لانهم عبارة عن مسافات متساوية. عندك المسافات الاكس زي ما انت شايف 2 متر، المسافات بالواي 6 متر، والمسافات بالزد 4 متر، معناها في الاكس 8، في الواي 6، في الزد 4. اوكي، نضغط اوكي، راح يطلع عندي 2D و3D، هذا هو ال 3D تبعت الجريد تاعتي، تمام. هسه قبل ما ابلش ارسم لازم اعرف اول شيء ماتيريال واعرف سكاشن، فنبلش بتعريف الماتيريال. بدي اعرف ديفاين ماتيريال ال 4000 بي اس اي، بعملها اد كوبي، ما بعدل عليها. فعندي اف برايم سي 25 ميجا باسكال، معناها اف برايم سي تساوي عندك 25 ميجا باسكال. اوكي، خذ منها كوبي، كنترول سي كنترول في. اوكي، عندك هي 24، هي عبارة عن 4700 ضرب 25 قوة ونص، اللي هي جذر الاف سي برايم زي ما تعلمنا، 4700. ما حطيتش ضرب، لازم تحط ضرب. عندك 4700 ضرب 25 الكل قوة نص. اوكي، طيب البوسلز ريش ما بعدل عليها، الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن ما بعدل عليها. عندي السبيسيفايد كونكريت كومبرسيف سترينث اف برايم سي 25000، 25 1 2 3، كنترول سي كنترول في. اوكي، وحط اوكي، تنساش تضغط اوكي عشان يسيف شغلك، تمام. هسه بروح اعرف السكاشن، عندي تو سكشن اللي هي في كولوم وبيم، بروح على فريم سكشن، اد ولا امبورت؟ اد عشان الكونكريت، روح على كونكريت ريكتانجولر. انا قاعد بمشي بسرعه عشان هذا الموضوع مشي، يعني اتجاوزناه بالفيديوهات اللي قبل. بيم، ابعاد البيم عندك، ابعاد البيم عندك 30 في 80 بالسنتي، فاكتبها زي ما هي، عباره عن 30 ضرب 80. عندك الدبث عبارة عن 0.8 اللي هي 80 سنتي، والويدث عبارة عن 0.3. الماتيريال عندك في برايم سي 25 ميجا باسكال، اضغط اوكي. هسا تروح اعرف الكولوم، بدل ما اروح احط اد نيو، خلاص خد اد كوبي منها وعدل بس الاسم والابعاد. اوكي، خد اد كوبي من البيم، تمام، سميه عبارة عن كولوم. كولوم ايش ابعاده؟ ابعاده 30 في 100، 30 ضرب 100 اتوقع، متأكد بس 30%، تمام. سكر، عدل بس هاي ال 0.8 راح تصير 1 متر اللي هي 100 سنتي، والماتيريال لحالها 25 ميجا باسكال، اضغط اوكي، تمام. طيب
بتقول احنا هيك عرفنا ماتيريال وعرفنا سكاشن، ايش ضل لي هسه؟ ضل لي هسه ارسم، بس لازم ارسم، اوكي؟ كيف الرسم راح يصير؟ في عندك طريقتين، في عندك طريقة انك تصير ترسم على كل واجهة لحال، يعني تصير ترسم هاي الاليفيشن عبارة عن ايش؟ هي عبارة زي ما انت شايف عبارة عن اكس زي بلين، اوكي؟ بروح على الاكس زد بلين تمام وبرسم الواجهة هاي، بعدين بروح على اللي بعديها، بعدين بروح على اللي بعديها، على اللي بعديها، فرسمت كل اللي بالاكس زد بلين، اوكي؟ بعدين بروح على هاي الواجهة. هي اي واجهه؟ هي عباره عن واي زد بلين، هيها واي زد بلين، فروح برسم هذول كلياتهم، بعدين برسم على اللي بعديها وعلى اللي بعديها، تمام؟ وبعدين بصير اعرف عليهم، او في طريقه اسهل هسه بنيجي عليها. فنبلش مثلا نرسم بواجهه من الواجهات، نبلش نرسم بهي مثلا واي زد بلين، يعني اي واجهه بدي ارسم هي، تمام؟ هي الواجهه اللي عليها الديستريبيوتد لود والكونسنتريتد لود، اوكي؟ فبروح بقول له ارسم لي على الواي زد بلين، تمام؟ واي زد بلين، اوكي؟ طيب هسا زي ما انت شايف، هو اي واجهه محدد لك، في عندك واي زد بلين، عندك هيها هاي، وفي عندك هاي، وفي عندك هاي، هو اي واجهه محدد لك؟ ومحدد لك زي ما انت شايف اللي عليها، اللي عليها لون اخضر، تمام؟ هي هون تروح حدد هون، هو اي هاي واجهه هاي، اوكي؟ ليش؟ لانه زي ما انت شايف في الجريدات عندي هون اي بي سي، انت ايش اللي عندك مبين؟ اللي مبين هو عباره عن السي، تمام؟ فكيف ممكن ارسم على هاي اللي هي بي، تمام؟ يمكن ارسم على بي، في عندك هون اكبس على 2 دي، وفي عندك هون اسهم لفوق ولتحت، تمام؟ لو كبست على مثلا موف داون، تمام؟ ايش راح وين صار؟ صار عند البي، يعني هون قاعد برسم لي على هاي الواجهه، اوكي؟ لو انزل كمان وين برسم لي؟ برسم لي على الاي، يعني على هاي الواجهه، تمام؟ لو انزل كمان وين راح يرسم لي؟ برجع على السي على هاي الواجهه، اوكي؟ فهيك بقدر اتنقل بين الواجهات. فنروح على الواجهه هاي اللي هي عبارة عن الاي، هي زي ما انت شايف اي، معناها راح تكون في عندي هي اسمها اي 1، هي اسمها اي 2، هي اسمها اي 3، هي اسمها اي 4، زي ما عندك مرقمة هون، اوكي؟ نبلش رسم، عندك بنرسم بيم وكولوم، اوكي؟ فعندك هي طبعا الرسم زي ما اتفقنا نرسم من تحت لفوق شمال يمين، فنبلش برسم الكولوم، هاي الكولوم الاول وهاي الكولوم الثاني، ونرسم بينهم في عندي ايش؟ في عندي بيم، اوكي؟ هاي بيم، تمام. هسا انت بتقول لي طب كمل ارسم، ارسم الباقي، خلي ارسم الباقي، تمام؟ مثلا هي عندك البيم، هاي في عندي هون بيم، اوكي، وهاي في عندي هون كمان بيم، ارسم الكولوم. هاي رسمنا الكولوم، اوكي، اطلع من الكوماند، اوكي، تمام. هسا شو بدي اسوي؟ بدي اعرف السبورت اللي عندي. السبورت اللي عندي عبارة عن فيكس سبورت كلياتهم، فاساين جوينت ريسترين، اختار الفيكس سبورت، اوكي. هسا بدي اروح اعرف اللود، في عندي هون ديستريبيوتد لود زي ما انت شايف عبارة عن 20 كيلو نيوتن متر، اوكي. هاي في عندي هون لود، فبدي اروح اعرف اللود. اول اشي ديفاين لود باترن، اوكي، ديفاين لود باترن، في عندك سميه مثلا اس دي والنوع اذر، سيلف ويت مالتبلاير زيرو، حط اد، اوكي. اللود وين جاي؟ اللود جاي على البيم، فحدد البيم، اوكي، واعمل اساين فريم لود ديستريبيوتد لود مقداره 20، تمام، حط ابلاي، اوكي، هي صار في عندك هذا اللود، اوكي، تمام. هي لو بدك تشوفه على 3 دي، حدد ال 3 دي، ديسبلاي شو اوبجكت لود فريم لود الاس دي، هي ابلاي، هي موجود على ال 3 دي، اوكي. بس هي الطريقه بدناش اياها، اوكي، يعني هي طريقه تمام سهله، بس في طريقه اسهل. ايش هي الطريقه الاسهل؟ نرجع على 2 دي، نعتبر انه انا ما رسمت هذول القطعتين، اوكي، نمحيهم، نعتبر انا ما رسمت هذول القطعتين. ايش رسمت انا؟ بس رسمت اول جهه. هل انا بقدر بس ارسم اول جهه اعمل تكرار لها؟ ما انت شايف هاي نفسها، هاي نفسها، هاي يعني اللود هو نفسه هون، السبورت هي نفسها هون، السكاشن هي نفسها هون، فهل في بقدر اعمل تكرار؟ بقدر اعمل تكرار. كيف التكرار بكون؟ ايش هو امر التكرار اللي نتعرف عليه بهذا الفيديو؟ اللي هو امر الريبليكيت. ريبليكيت بيعمل لك تكرار، يعني زي كانه بيعمل لك اوفست. تذكر الاوتوكاد الاوفست كان ينسخ لك هي على الاكس او على الواي او على الزد، ففي عندي امر زي الاوتوكاد، زي الاوفست تاع الاوتوكاد اللي هو امر الريبليكيت. شو بسوي؟ بحدد الاشياء بدي اعملها ريبليكيت، تمام. حددت انا، حددت ايش؟ حددت الجوينت والكولوم والبيم. طب تقول ليش ما حددت انا هذا الكولوم؟ بقول لك لو عملت له تكرار، تمام، راح يعمل، راح ينعمل له تكرار هون، فهذا الكولوم راح ينطبق على هذا الكولوم، راح يصير في عندي هون على هاي الجوينت في عندي تو كولوم، اوكي. فايش بسوي؟ بس اعمل ريبليكيت لهذا البيم وهذا الكولوم. طبعا لما تعمل ريبليكيت راح ينعمل له مع اللود مع السبورت، اوكي. فهي عملت، حددتهم، وين من وين بجيب امر الريبليكيت؟ من اديت،
تمام؟ هاي ريبليكت. بسألك الريبليكت بدك تعمله انت، بدك تعمله بالاكس ولا بالواي ولا بالزد؟ وبسألك كمان كم عدد الاجزاء اللي بدك اياها تصير عندك، كم عدد التكرارات اللي بدك اياها، اوكي؟ فانت زي ما انا شايف بدي اعملها بهذا الاتجاه، هذا اي اتجاه حسب هي الاكسس عندك، هي الاكس زي ما انت شايف مكتوب، وهي الزد وهي الواي، بدي اعملها بالواي صح؟ طيب إيه كم مسافة التكرار عندك؟ اللي هي المسافات عندك بالواي معروفة، هيها بالواي انا رسمت اول واحد بدي انسخه هون وهون، ايوه هذا الواي، ف6 متر صح؟ طب كم نسخة بدك؟ انا عندي اول، فبدي اعمل واحد اثنين، بدي اعمل نسختين، نسختين على بعد 6 متر في الواي، فبروح على الواي بقول له 6 متر تمام، بدي اعمل ثنتين اوكي. طب ليش حطيت 6 مش سالب 6؟ لانه هو باتجاه الواي الموجب، طلع هي الاتجاه واي موجب، طلع لو اني راسم هذا، طلع لو اني راسم هذا اللي انا قاعد بشر عليه بالماوس، بدي اعمل له ريبليكت على الجهة الثانية تمام، راح اعمل بالواي وبمسافة 6 بس بالسالب، ليش؟ من هون بصير بالواي السالب، بس انا لا، انا عندي بدي ابلش من هون لحد الواي الموجب، فهي 2 لو نعمل اوكي ابلاي ايش راح يصير عندي؟ هي عمل ريبليكيت للجزء هذا زي ما انت شايف في 2D وبال 3D، عمل له اياه مع السبورت وعمل له اياه مع اللود، اوكي؟ هسه ايش راح اسوي؟ بدل ما اروح طلع انا هسه وين انا؟ انا هسه في الـ في الـ في الـ في الـ في الواي زد بلين، طب بالواي زد بلين تبعت الجريد ايه؟ هسه ايش المفروض لازم اسوي؟ انزل واروح ارسم على الجريد سي، بعدين انزل واروح ارسم على الجريد بي، يعني ارسم هون وارسم هون. بس لا، بقدر من امر ريبليكيت برضه هدول اكررهم بهذا الاتجاه، اوكي؟ فايش بسوي؟ حددهم كلياتهم، اي حددتهم تمام؟ شو بدي اسوي هسه؟ بدي اعملهم ايديت ريبليكيت. هسه الريبليكيت راح يصير عندي باي اتجاه؟ بتقول لي بهذا الاتجاه اللي هو لجوا، اللي هو اي اتجاه؟ زي ما انت شايف الاكسس عندك هو مكتوب عندك الاكس اكسس زد اكسس واي اكسس باتجاه الاكس، اوكي؟ فبروح على اتجاه الاكس، الواي بدي اياها باتجاه الاكس. كم مسافه التكرار عندك؟ هيو انا رسمت هاد، بدي ارسم هاد هسه وهاد اللي وراه، فالتكرار راح يكون باتجاه الاكس زي ما انت شايف اتجاه الاكس. كم المسافه؟ المسافه 2. كم جزء بدي اكرر؟ انا عندي هاد بدي اعمله مره مرتين، معناها باتجاه الاكس المسافه بالاكس 8، وبدي اعمله كم؟ بدي اعمله مرتين، اوكي؟ معناها بقول له 8 بالاكس واعمل لي اياه مرتين، هاي ابلاي، راح تلاقيه كرر لك اياه بالاكس، تمام؟ هيك بهذا الامر ريبليكيت بسهل عليك الرسم كثير، اوكي؟ طيب بتقول لي تمام انت هيك رسمت كل الاشياء اللي بالواي زد بلين، شو بدي ارسم هسه؟ الاشياء الموجوده وين؟ بالاكس زد بلين، هذا هو، هذا البلين عباره عن ايه زي ما انت شايف، هي الاكس وهي الزد، او على الساب نفسه عندك هي الاكسس، هي الاكس باللون الاخضر، هي الاكس وهي الزد، فراح اروح وين؟ راح اروح على الاكس زد بلين، هي الاكس زد بلين، ايش بدي ارسم هسه؟ بدي ارسم بس البيم، اوكي؟ فبروح برسم البيم، حدد البيم طبعا، هي البيم، هي ارسم هذا، وارسم الثاني عادي. تقدر ترسم اول تعمل ريبليكيت بس بتصير فلسف، اوكي؟ فرسمنا الثاني تمام. طبعا طلع وين رسم لي اياه؟ رسم لي اياه على الجهه هاي. ليش رسم لي اياه على الجهه هاي؟ عشان انا على اي جريد، على جريد 4 تمام. لو انزل هاي في عندي هاي جريد 3، لو انزل هاي جريد 2، لو انزل هاي جريد 1، يعني كان لازم ارسمه على جريد 1، بس خلاص خليه على 4 مش مشكله، هو قاعد برسم على 4، اوكي؟ هسا هذا البيم فيش عليهم لود، فلازم اعرف عليهم، فلازم اعرف لهم لود، هي حددتهم، لازم اعمل اساين للود عليهم، ديستريبيوتد 20، هي ابلاي، اوكي؟ هي عمل، لو تعمل هون الديسبلاي شو اوبجكت لود اساين اس دي ابلاي، هيو عملهم كلياتهم تمام. شو بدي اسوي هسه؟ بدي اعمل ريبليكيت لهذول التو بيم تمام، مع اللود اللي عليهم بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه اي اتجاه؟ بتقول هذا الاتجاه زي ما انت شايف هو عباره عن اتجاه الواي، صح ولا لا؟ راح اعمل ريبليكيت بالواي كم مره؟ هاي مره، هاي مرتين، هاي ثلاث، راح اعملهم 3 مرات ريبليكيت تمام. طب شو المسافه؟ اللي هي المسافه بالواي، كم المسافه بالواي؟ عندك المسافه بالواي، طبعا انا رسمت هذول اللي قاعد باشر عليهم هسه، هي الاول وهي الثاني، هذول رسمتهم، بدي اعملهم ريبليكيت هون وهون وهون، يعني 3 مرات بدي انسخهم تمام. باي اتجاه هذا الاتجاه اللي قاعد بنسخ فيه؟ اللي هو اتجاه الواي تمام. طيب كم المسافه بالواي؟ يقول المسافه بالواي 6 متر تمام. طيب فايش بروح بقول له؟ بقول له ايديت ريبليكيت بالواي، صفر الاكس بالواي 6 متر وثلاث مرات. بس طلع لو حطيت 6 متر شو حيصير عندك؟ حط ابلاي بالله، طلع شو حيصير لما تحط 6 متر؟ اعمل لهم ريبليكيت بالاتجاه الثاني. ليش؟ ليش اعمل لهم ريبليكيت بالاتجاه الثاني؟ لانه ارجع كنترول زد، انت حطيت 6 صح؟ بس حطيت 6 يعني انت زي كما بتقول انت روح مع اتجاه الواي الموجب. وين اتجاه الواي الموجب؟ زي ما انت شايف هون، هذا هو اتجاه الواي الموجب. فاذا بدي اعمل لهم ريبليكيت على الجهه الثانيه تمام، ايش لازم احط؟ لازم احط سالب 6 تمام. فارجع حدد ال 2 بيم ايديت
ريبليكيت نفس الاشي كل شيء تمام، بس هاي بدل 6 ايش؟ سالب 6 رح تلاقيه سوا لك اياها 100%. اوكي؟ هاي سالب 6 تمام؟ فهيك هو بكون رسم ال 3D فريم كامل. اوكي؟ طيب هيك احنا رسمناه كامل، نروح نعمل رن. بس قبل ما نعمل رن خلينا نتعرف على اوامر جديده. اوكي؟ لو انا عندي هي ال 3 دي فيو، اوكي؟ لو انا بدي اشوف البلان، شو البلان؟ بدي اشوف المسقط تاع الشكل تاعي، اوكي؟ مسقط باي بلان، اللي هو عباره عن اكس واي بلان زي ما انت شايف، هي الاكس وهي الواي بلان، اوكي؟ لو انا اشوف المسقط، كيف بشوف المسقط؟ بتروح على فيو، تمام؟ ست 3 دي فيو، تمام؟ بتختار عباره عن الاكس واي بلان، هي الاكس واي بلان، هي رسم لك، هي ورجاك الاكس واي بلان تاعك، اوكي؟ طيب لو انا بدي اشوف الاشياء، بدي اشوف العناصر بالثيكنس تاعها، يعني بالاكسترود فيو تاعتها، كيف ممكن اشوف العناصر بالاكسترود فيو تاعتها؟ بروح على ذا ست ديسبلاي اوبشن، تمام؟ بعدين بروح على جنرال اوبشن، بروح على الاكسترود، اوكي؟ هون معمول ستاندرد، روح على الاكسترود، اوكي؟ هو بكون معمول ستاندرد، بس تروح على الاكسترود، حط ابلاي، هيك تورجاك اياه بالاكسترود فيو، يعني لو تروح هون على 3 دي، تمام؟ هي 3 دي، اوكي؟ تروح على ستاندرد، هي اكسترود، ابلاي، شوف كيف راح يبين معك بالثيكنس تاعته، يعني بالابعاد الحقيقيه تاعته للجسم. بدك ترجع حط ستاندرد فيو، اوكي؟ طيب خلينا الاكسترود فيو بس، طبعا تحط اكسترود فيو اللود بيختفي، تمام؟ هل بقدر الف هاي الواجهه؟ اه بقدر الف هاي الواجهه، كيف بقدر الف ال 3 دي؟ تمام؟ بروح هون في عندي امر اللي هو روتيت 3 دي فيو، اسمع بس بشتغل على 3 دي، طبعا تكون فاتح لو تروح على 2 دي مثلا هون اكس زد، تمام؟ هذا بكون شغال عندك، بس تفتح على 3 دي، تمام؟ الامر بتفعل عندك، هي 3 دي بس بتلفها زي هيك عندك، اوكي؟ طيب بدي احرك الرسمه، هل بقدر احرك الرسمه؟ اه بقدر احرك الرسمه، كيف؟ عن طريق البان، اوكي؟ نفس الاوتوكاد، هي البان، تحرك الرسمه لفوق لتحت، تمام؟ بدك تلفها من هون، هي بلفها، تمام؟ بدك تشوف الاكسترود فيو او الستاندرد فيو، هي ستاندرد فيو، تمام؟ هي الاكسترود فيو، اوكي؟ طيب في كمان شغله، بتتذكر كنا نعرف سكاشن وكنا نعرف ماتيريال، كان في عندنا يطلع لنا لون، تمام؟ بس زي ما انت شايف احنا كل الاشياء اللي بنسويها، تمام؟ هي لون واحد بيطلع لونه ازرق، ليش؟ احنا رايحين على الفيو باي كلرز اوف اوبجكت، وانت بتشوف على الكلرز تبعت السكشن، اللي هو اصلا البرنامج باي اوبجكت، يعني لو انت عندك بيم او كولوم راح يلون لك اياهم ازرق، اوكي؟ لو انت عندك سلاب راح يلون لك اياها احمر، اوكي؟ لو انت بدك الالوان انت عرفتها، روح على سكشن هاي ابلاي، هتلاقي عرف لك اياها بالالوان تاعتك. لو عندك الماتيريال مثلا، لو انت معرف اكثر من ماتيريال، فرحت لونت الاف برايم سي 25 ميجا باسكال لون، والاف برايم سي 28 ميجا باسكال لون، الحديد لون، فتروح على الماتيريال بورجيك اياها حسب الوان الماتيريال، اوكي؟ فخلينا احنا على الاوبجكت يعني تبعت البرنامج، اوكي؟ طيب هسا خلينا نرجع على الشيء اللي كنا نحكي فيه، ايش هو؟ اللي هو عباره عن كيف ممكن اشوف البلان؟ قلنا بروح على الفيو 6 3 دي فيو، روح على الاكس واي بلان، اوكي تمام، روح على الاكس واي بلان، اوكي تمام. هسه الفكره هي لو انت زي ما انت شايف هدول الكولوم عباره عن ايش؟ كولوم جاي بهذا، يعني كولوم جاي هوريزنتال 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 هوريزنتال، كلهم هوريزنتال، تمام؟ هل بقدر اخلي الكولوم يجي فيرتيكال؟ اه طبعا بقدر اخلي الكولوم يجي فيرتيكال، طلع هون عندك كل الكولوم عباره عن ايش؟ عباره عن هوريزنتال، اوكي؟ هل بقدر اخليهم يصيروا فيرتيكال؟ طبعا بقدر اخليهم يصيروا فيرتيكال، كيف؟ بس خلينا نشيل الاكسترود فيو اول، ستاندرد فيو ابلاي، تمام؟ اوكي خليها اكسترود مش مشكله، هاي اكسترود فيو، اوكي. كيف ممكن اخليهم يصير مثلا بدي هدول طلع كل بدي السته اللي بالنص هدول يصيروا فيرتيكال، بروح من اليسار لليمين، تمام؟ هاي من اليسار لليمين، اوكي بدي احدد هذا، هاي 1 فريم سيلكتد، هاي 1 فريم سيلكت 2 فريم سيلكتد، اوكي هلا هاد هاي 3 فريم سيلكتد، هاي 4 فريم سيلكتد، روح لها هذا الفريم، اوكي هذا الفريم، اوكي روح هاي 1 فريم، هاي 2 فريم، هاي 3 فريم، هاي 4 فريم، اوكي مثلا بدي هذول الاربع فريمات بدي اعكس بدي اخليهم بدل ما هم هوريزونتال يصيروا فيرتيكال. كيف كنا نخلي مثلا كان في عندي جوينت بالفيديو الثاني اتوقع كنا نخليها مايله او نعكسها او نغير من اتجاهها، كنا العب باللوكال اكسس صح؟ وهون عندي الفريمز اذا بدي اخليه اذا بدي اقلبهم، تمام؟ راح العب باللوكال اكسس، فاروح على الساين، تمام؟ فريم لوكال اكسس، بقول له اعكس اللوكال اكسس ب 90 درجه، تمام؟ حط ابلاي، اوكي؟ طيب
هسا انا ايش الاشي اللي سويته هون وما انتبهت له؟ لما رحت على فيو 6 3 دي فيو تمام، واخترت الاكس واي بلين، بس تحط انها صفر صح ولا لا؟ انا حطيتها 60 عشان هيك طلع عندي، طلع بتحطها صفر خلاص هيك الامور تمام. اوكي هسا بدي اعمل سيلكت عادي، يسار اليمين، هيو عمل عندك 2.1 فريم سيلكتد هون، هاي عندك صار عندك 2 فريم سيلكتد اليسار من اليسار لليمين، 3 فريم سيلكتد، 4 فريم سيلكتد، 5 فريم سيلكتد، هاي 6 فريم سيلكتد. هسه بروح بعمل له اساين فريم لوكال اكسس، اعكس لي اياها 90 درجه هاي ابلاي. اوكي فهيك بتعمل له عكس ب 90 درجه. لا تنسى لو قطعنا ايش كان لما رحنا على فيو على 3 دي فيو، كان لازم تقول له انا بدي اياها اشوفها بزاويه بصفر. اوكي انا كنت حاط 60 عشان هيك كان عندنا طلع كنت حاط 60 ايش كان صاير هي ابلاي تمام، زي هيك احنا بدنا زي هيك خليها صفر، تقدر تحدد براحتك. اوكي طيب هسه اروح على 3 دي فيو، هاي 3 دي فيو تمام، زي ما انت شايف صار عندي اللي على الطرف كلياتهم عبارة عن هوريزنتال، بس اللي جوا عبارة عن ايش؟ عبارة عن فيرتيكال. اوكي بس بكل سهولة بقدر اروح اعمل رن، رن اناليسيس، روح على الموديل اعمل دونت رن، اعمل رن ناو، سيفها باسم زي هيك ابلاي تمام. طلع عندك المومنت. لو انا بدي الديفليكشن كيف ممكن اجيب الديفليكشن؟ بتروح على ديسبلاي تمام، في عندك ايش اسمه شو ديفورم شيب، يعني ورجيني شكل الديفليكشن. اوكي هي شو ديفورم شيب، عندك الديفورم شيب الناتج عن ايش؟ دائما بيهمني انا الديفورم شيب الناتج عن الاون ويت، يعني الناتج عن الديد. اوكي فتحط ابلاي، هاي بورجيك الديفورم شيب. اوكي طبعا ديفورم شيب اكسترود فيو، اوكي بدك اياه مش اكسترود فيو، بتروح على جنرال ستاندرد ابلاي، ببطل اكسترود فيو تمام، بصير زي كانه خط. اوكي بتقدر تعمل ستارت انيميشن، اذا تحرك كلياته مع بعض معناها رسمك صح، فيش عندك فراغات، كله منطبق على بعضه، هي كله قاعد بتحرك مع بعضه. اوكي اذا بدك تعرف كم قيمه الديفليكشن بكل جوينت، بس حط على الجوينت تقرا ايش، زي ما اتفقنا بالفيديو الماضي تقرا يو 3، يو 3 اللي هي مقدار الهبوط اللي راح يصير عندك. اوكي هي يو 3، يو 3 اليو 3 عندي تمام. اوكي هي ستارت انيميشن، شوف كيف بتحرك تمام. هسه تبدا تشوف قيم المومنت والشير والرياكشن، مثلا هي عندي من هون جوينت، بدي الرياكشن الناتج عن الديد، هاي ابلاي. اوكي هي ورجاك الرياكشن. اوكي هاي الرياكشن بكل بالاكس وبالواي وبالزي تمام. طيب اذا بدي اشوف المومنت، هسه بدل ما انا شغال على 3 دي راح يكون في عندي مومنت ام 33 وام 22، فهي ام 33 زي ما انت شايف وهي ام 22 تمام، راح يكون في عندي ام 33 وراح يكون عندي ام 22، وراح يكون في عندي شير 22 اللي هو العادي اللي بنعرفه احنا، يكون في عندي كمان شير 33 تمام. طبعا راح يكون في عندي اكسيال فورس، هاي الاكسيال فورس كلها كومبريشن تمام، بس تفتح بالضبط هاي كلها كومبريشن، الاحمر كومبريشن تمام. ايش كمان في عندي؟ شوف اذا في عندي تورجن ابلاي تمام، في عندك تورجن تمام، فتقدر هون تقرا كل شيء تمام. فان شاء الله انك تكون استفدت من الفيديو، اسفونا على الخربطه اللي صارت قبل شوي، يعطيكم الف عافيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.